بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. ربنا اجعلنا مصابيح هدى وشرعات هداية يا هادي. الآن نمر إلى الآية 62 من سورة النساء دوما لفظ. فكيف ما يكون حالك يا رسولي يا حبيبي الأول عليك الصلاة والسلام؟ فكيف إذا أصبت مصيبة ربي ضربهم عقاب لهم، ومشكون لغضب ربي أكثر في المقدمة ومن المتكلم هم بترك الأصل ما تشوف ربي معه. كما تو جاي شكون ضربت أكثر، ضربت الأعداء اليوم في إيطاليا في حربهم الإسلام، ومن هم؟ اليهود النصارى على الأقصى. شوف الولايات المتحدة قاعدة تتخذ، يعني هي زعمت المقاطع السورية الكنسي باش ريحة الإسلام ما عادش تروح لو جامي الإسلام. يعني شوف ربي كيف يعلم ما في صدورهم، وكيف نقول رجع لهم موجة أخرى من الكوفيد 19، يعني باش تراو اللي اتبعوا فيهم خطوة خطوة، خاصة لما كانوا الإنجليز والأوروبيين وحتى الكلاب الروس وكلاب الصين وكلاب اليابان، كل واحد منكم فين ماشي، شكون يقلب وين يزور، وعلى شكون يعتمد، على أي لغة ولا أي علماء، علماء بين ظفرين. يعني أنتم تلفتوا الجرة جرة الإسلام ووقعتم فيما وقع فيه الآن، هل آن لكم أن ترجوا للرحمن؟ يرحمكم الرحمن. والسلام.